الفن كان بالنسبة لي مجرد هواية كنا نمارسها من وإحنا صغار، يعني وأذكر من في ابتدائي عائلتنا كلها كانت فنانة، أخواني خواتي كلنا كنا نحب نرسم يعني، بس ما قد مرة فكرنا إن إحنا نتخصص هذا المجال، لا أحد من أخواني أخواتي ولا أنا. ودرست تخصص كلش 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 غير عن الفن، يعني ما له دخل نهائياً. من بعد 8 سنوات أنا ما مارست الفن، جاتني صديقتي تطلب مني أنتج لها لوحات فنية حق المحل الجديد اللي بتفتحه. كنت رافضة هذا الشيء كوني أنا مو تخصصي هذا الشيء، يعني أنا مو فنانة ولا غيرة، أنا مجرد معلمة تربية فنية. بس إصرارها هو اللي خلاني أخوض هذا المجال، ومن خذت هذا المجال لقيت روحي أنا أعشق الفن، وأنا عالمي هو الفن والألوان والفرش فقط.